السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها الحديث عن نتائج دورة البرلمانية المنصرمة من وجهة نظر الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من الجمهورية، من أبرز الملفات التي طرحت خلال الدورة المنصرمة تشكيل محكمة العدل السامية والذي تأخر، وكذا المصادقة على مشروع قانون ميزانية لعام 2021، إضافة إلى عرض الذي قدمه الوزير الأول بشأن أداء حكومته خلال العام الماضي والخطوط العريضة لعملها خلال أو لخطتها خلال العام الجديد. معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ محمد الأمين والعمر، عضو مكتب الفريق البرلماني حزب الاتحاد من الجمهورية في الجمعية الوطنية. أستاذ محمد الأمين، أهلا وسهلا بك. ولو سألنا في البداية عن تقييمك للدورة المنصرمة ككل ولأداء الفريق البرلماني حزب الاتحاد من الجمهورية بشكل أخص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أولا بادئ ذي بدء أشكر قناتكم المحترمة على الاستضافة وعلى السعي إلى إنارة الرأي العام حول هذه المواضيع الساعة. وبالمناسبة نحن كفريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في البرلمان نعتبر كتلة مهمة وكتلة أغلبية وفعلا مهيمنة بحسب مركزها وتواجدها في البرلمان. بالمناسبة عمل الفريق في هذه الدورة البرلمانية كان عمل غير مسبوق لمجموعة من المبررات. أولا هذا الفريق تمشيا مع الجو التوافقي العام اللي نشره فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، سعى الفريق مواكبة هذا الانفتاح بالتشاور مع الكتل البرلمانية الأخرى، وهذا التشاور وهذا الانفتاح خلق جو من التفاهم حول التعاطي مع مشاريع القوانين المعروضة، خصوصا أنها كانت دورة مالية بامتياز، لأنها الدورة التي يتقدم فيها مشروع الميزانية، قانون الميزانية عادة يهيمن عليه، وبالتالي تعتبر دورة قانون الميزانية بامتياز. والعمل كان عمل توافقي وبأسلوب غير مسبوق، وبالتالي نعتبر أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سعى إلى أسلوب جديد وتعاطي جديد انسجاما مع الجو العام. طيب، الذي يطبع المشهد السياسي بشكل عام. طيب، سمعنا أحيانا بعض نواب المعارضة اشتكى من أن نواب حزب الحاكم يتصدون لزملائهم خلال مناقشات الوزراء، وأيضا أنهم يعترضون على المقترحات، كل المقترحات التي ترد بشأن تغيير بعض مشاريع القوانين، وكانوا يريدونها فقط أن تمرر كما هي من دون تعديلات. أولا هذه ظاهرة وأسلوب صحي وعمل برلماني طبيعي، هذه هي نتائجه، وبالتالي هذه التباين في وجهات النظر وفي المقترحات هذا أسلوب ونهج عادي ومعتاد وألفناه في العمل البرلماني بشكل عام. ولكن في هذه الدورة بخاص، طابع الخاص اللي شهدت هذه الدورة، وسعى لرئيس الفريق نائب جمال اليدالي هو اللي يرجع له الفضل في هذا الأسلوب الجديد، على أن في جميع مقترحات مشاريع القوانين المقدمة، مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة، حاولنا أن نبذل جهد مشترك مع بقية الكتل، مع بقية الكتل، ونتحاور وسعينا إلى إقناع الحكومة من أجل الإذعان لجميع المقترحات ذات المصداقية والتي من شأنها أن تضيف جديدا لمشاريع القوانين، وبالتالي هذا أسلوب جديد. فيما يخص المقترحات، حاولنا تصحيح النصوص بالمقترحات ودمجها بطريقة توافقية، وبالتالي يقدم النص للمصادقة بعد إضفاء جميع المقترحات سواء كانت من معارضة أو من موالاة، وبالتالي هذا أسلوب غير مسبوق ونعتبره نهجا وتطبيقا وتجسيدا لروح التفاهم
التشاور. طيب، ولو أننا نتحدث عن الدورة المنصرمة تحديدا، ولكن على الأقل تحضرني أمثلة في بعض رفض مشاريع قوانين، يعني على الأقل الطبيعة شعبية، يعني الطبيعة، وربما أدت ردود أفعال أيضا من طرف الرأي العام. نتحدث هنا عن رفض زيادة المدرسين أعتقد في العام الماضي أو وسط العام، كذا رفض التكفل بماء وكهرباء المساجد، رفض التكفل بالمصابين في حوادث السير، وغيرها من المواقف التي بدأ فيها نواب الحزب الحاكم يعني يدافعون عن الحكومة من دون حتى قواعد الشعبية. يعني حتى أولا لإيضاح الفكرة، هذه الدورة البرلمانية بالذات كانت متميزة بالنسبة لهذا الأسلوب. أيوة. ولكن هذا كما أشرت أسلوب عادي. المقترحات التي تقدم بها المعارضة عادة تكون مقترحات ذات طابع سياسي، وهذا حق مشروع لهم، لأنه الميزانية سياسي ولا طابع دعائي أو استعراضي؟ سياسي، أحسن سياسي. استعراضي ربما تعود من معنى ما هم موجودين، نقدر نختاروا لذلك العبارات اللي أكثر هدوء. اعتبروا علم هذه المقترحات اللي كانت تقدم المعارضة، هذا حق لها المشروع، يسوى الصلاة أغراض اللي كانت تسعى من أجله، وفي المقابل من المشروع جدا ومن المعقول ومن المقبول على أن الأغلبية تدعم اللي تعتبر الجناح السياسي للحكومة، تدعم مقترحات ومشاريع الحكومة، لأن المشاريع اللي قدمت الحكومة يعتبر جزء من المشروع السياسي للجهة السياسية اللي نتمولها احنا، واحنا هم اللي ندافع عنها وندافع عن مقترحاتها وندافع عن توزيع الميزانية بشكل عام. إذا هذا عادي جدا، عادي على ان احنا ندافع عن المشاريع، مشاريع قوانين، يعني المشاريع اللي منطقية، المشاريع اللي مقدمة من طرف الحكومة عادة، وهذا مألوف وهذا هو المعاش في خدمة الشعب الموريتاني. وما دامت هذه المشاريع تخدم الشعب الموريتاني وموجهة لخدمة الشعب الموريتاني، قد تتباين الآراء حول تصويبها وحول تعديلها، يا غير في النهاية كلها من مركزه ينظر الطريقة اللي يخدم بها الشعب الموريتاني. وإحنا عندنا برنامج سياسي، برنامج خاصة فخامة رئيس الجمهورية، جسد الحكومة عن طريق المشاريع اللي تقدم، وإحنا هم الجناح السياسي اللي يسعى ليضمن تمرير هذا البرنامج السياسي. لأن هذا أسلوب مألوف، وغير الطريقة في هذه السنة وفي هذه الدورة خاصة كانت أكثر تفاهم، أكثر فنية، أكثر تفاهم. ما ارتفض فيها مشروع تعديل قانون من هذا النوع، ما ارتفض فيها مشروع تعديل. طيب، مشروع تعديل من طرف المعارضة بقدر ما كانت مقترحات المعارضة تنقبض بعين الاعتبار في إطار تعديل النصوص قبل المصادقة عليه. طيب، لماذا تأجل تشكيل محكمة العدل السامية؟ بدأ الأمر يعني مفاجئا، توقع الناس أو سمعوا أن هنالك أن المحكمة سيتم تشكيلها، ولكن أيضا أعلن عن تأجيلها من جديد، لماذا؟ نعتبر أن تأجيل محكمة العدل السامية ما كان بعد بجهد ولا بعناية فريقنا، لأن فريقنا كان حريص على تمريرها، وكانت المقترحات اللي مطلوبة منه جاهزة وفي عرضها أي وقت، وبالتالي كانت فم إكراهات عن طريق التفاهم والصيغة والشكل، وبالتالي نعتبرها على أنها غروف معينة ومحددة هي اللي حالة الدوم دون تشكيل المحكمة في هذه الدورة البرلمانية. طيب، وبالتالي مازال العزم معقود على تشكيلها في أول دورة برلمانية. هنالك من ربط بين هذا التأجيل وموضوع التحقيق في ملفات العشرية المطروح الآن بين يدي القضاء، من زاوية أنه الأغلبية يعني غير متحمسة وغير مستعجلة لهذا الموضوع تماما، كتعاطيها مع ملف التحقيق، أنها تريد له أن يبقى ملفا سياسيا يمطط يعني ما شاء، وينتر أيضا الوقت اللي لا هذا لا هذا تتباين وجهات النظر في هذا الموضوع، من خصوص الملف القضائي. احنا نعتبر على المواقف، والله موقفنا في الأغلبية وموقفنا في كنظام بشكل عام وكحزب، على أن هذا ملف تعهد به القضاء الموريتاني، وفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني يعلن
على أنه من أهم أهدافه تحقيق دينجال الفصل بين السلطات، وهذا كان مطلب مشروع ومقصد دستوري، وبالتالي العمل عليه ما يقدر يجسده يكون ترك القضاء يعمل بوسائله الخاصة وبأسلوبه الخاص، وبالتالي ما دام الملف تعهد به القضاء موقفنا كاملين منه كسياسيين وكفاعلين وكنخبة خاصة على أنه يترك للقضاء يقول فيه كلمته، وبالتالي بعيدا عن تحميل المسؤولية لزيد وعمر، لأن هذا فيه إهانة للقضاء، إهانة للقضاء، نعت القضاء لأن السلطة التنفيذية أو حزب سياسي معين يؤثر في مجرى ملف قضائي، هذا فيه تجاوز. طيب أنا استضفت بعض البرلمانيين وقال نحن لا نريد الحكومة أن تتدخل في 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 شأن قضائي، ولكن الملف الآن لم يصل بعده القضاء، وما زال مرحلة التحقيق وما زال عند على الشرطة وأجهزة التحقيق اللي هي أجهزة تابعة للجهاز التنفيذي بشكل مباشر، يعني بحكم حتى اختصاصها التبعية الإدارية. هذا المشكل، كي قلت لك أنا عندي شخصيا عندي خلفية قانونية وخاصة القضائية، موقفي السياسي لازم عليه يعود يتأثر بخلفيتي القانونية، والخلفية القانونية تملي علينا كسياسيين وكسلط على أن ترك القضاء يعمل بالطريقة اللي قد يعمل به. إذا شاء القضاء تمطيط الإجراءات فهذه مسؤولية القضاء وتحمل مسؤوليته، ويترك للقضاء من التجاذبات لأن شد الأخبار الملفات والرفود فيها وطروح، هذا في حد ذاته تأثير على مزاج القضاء. ولكن هي ملفات سياسية ليست لا نحن نعتبر ملف قضائي عادي نعتبر ملف قضائي. الملفات السياسية هي الملفات التحقيق البرلماني قد يقولون تحقيق سياسي. أيوة. الأمور البرلمانية أمور سياسية. ولكن ملف اللي نعود ملف قضائي عاد ملف قضائي. قد تقول أنت من زاوية التشكيك فيه ويقول له زيد وعمر ينعتب على أنه سياسي وينعتب على أنه تصريح ليس باب التشكيك وينعتب بكل شيء. هاي الأوصاف والنعود لم تفهم سؤالي فقط لم تفهم سؤالي. هذا بشكل عام لا اسمح لي أنا لا أقصد أنه حينما قلت أنه ملف سياسي لا أقصد أنه تحقيق لا طبيعة سياسية، أنا أقصد أنه الملفات بطبعها التي يحقق فيها هي ملفات سياسية أو مرتبطة بموضوع سياسي مرتبطة بفترة سياسية بدليل التسريبات اللي تظهر بين فينا وأخرى، وهي تسريبات واردة من جهات حكومية وقضائية. شفت بمعنى أنها جزء من إدارة الملف. العمل السياسي عادة يلقي بظلاله على جميع المشهد، سواء كان قضائي سواء كان كل شيء. يقرر الملف لين يتعهد به القضاء نعته بعد أنه ملف سياسي، هذا تقليل من شأنه وتحريف لأموره، ونعت بعد أن القضاء يعمل ويخضع للسياسة بدل من يخضع للأمور القانونية، وبالتالي يارتنا كاملين نحاول أن نرفعه من شأن القضاء ونحاول على أن نأكدوا لاستقلاليته، وبالتالي إحنا يالله يعود عندنا قضاء وجهاز قضائي ثقوا فيه كسياسيين والملف تعهد به يقينا، وبالتالي الكلمة كلمته. طيب اسمح لي أن أخذ فاصلا قصرا ثم أعود لنقاش تقييمكم لأداء الدورة البرلمانية المنصرمة. مشاهدينا الكرام ابقى معنا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحيا إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته، غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، ونناقش فيه الدوره البرلمانيه المنصرمه. معنا النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من الجمهوريه محمد الامين والعمر. استاذ محمد الامين، هل حدثتنا يعني عن الدوره الماضيه، عن الطريقه التي عالجتم بها القوانين وصولا الى نقاشها وصولا الى اداره الحوار بشانها مع الكتل البرلمانيه الاخرى؟ فعلا هذا السؤال في الصميم، وهو اللي يقد على اساسه يخلق تقييم للدوره، ويقد على اساسه يطرح الصبع على على نقاط التحول في معالجه مشاريع القوانين. احنا بالنسبه لنا فريق حزب الاتحاد من نسل الجمهوريه برئاسه النائب جمال اليدالي اسعى على جميع المقترحات اللي تقدموا بها نواب المعارضه على انها تنقبل بعين الاعتبار، وطلب من الحكومه على انها تتفهم هذه المقترحات وتناقشها. والحكومه بدورها ممكن تعطينا امثله يعني؟ نعم نعطيك امثله. الحكومه بدورها بدات استعدادها لهذا التصور، وبالتالي هذا كان جهد متميز، وكانت مشاريع القوانين تعكف عليها نواب المعارضه ونواب الاغلبيه بالتمحيص وبالدرس، وهذا اسلوب جديد. وفعلا هذا الجهد غير مجرى النصوص، وخرجت بذوب قانوني بحت، وكانت اللي الافكار اللي تقدم المعارضه وقدموا النواب تصف وتنبغ من هذاك اللي مهم وقاعد يخدم المصلحه العامه. هذا نهج واسلوب جديد واعطى ثماره، اعطى ثماره لا تعود تشوفته في هذه الدوره البرلمانيه، على ان مقترحات القوانين وجدلها خف، به اللي جميع المقترحات سواء كانت المعارضه او الموالات تنقبل بعين الاعتبار في إطار اللجان المختصة. طيب. وتأخذ ذوب تعديلات. على سبيل المثال، أيوة، قانون الجمعيات اللي هو قانون معقد وقانون ارتباطه كبير بالمشهد بشكل عام، هذا القانون جرات فيه مجموعة من التعديلات وخلق فيه تشاور بين جميع النواب وخاض في صيغته النهائية المرضية للجميع. هذا قانون الجمعيات. خاض قانون الشرطة البيئية. قانون الشرطة البيئية تم تعديل 20 تعديل على النص، وهذه 20 تعديل كانت بأفكار وبتشاور من مختلف الفرق البرلماني، وخاض ذوبه وصيغته توافقية. عندك قانون الضمان الاجتماعي نفس الشيء، القانون المتعلق بالنظام الخاص لأفراد الأمن المدني 22 تعديل من جميع نواب معارضة وموالات، وكان نقاش فني محط. والحكومه بدات استعدادها لهذه الملاحظات وتبناتها ووافقت عليه. اذا هذا العمل نعتبره على باطنه ماهوش. طيب. من العمل التوافقي اللي شهده البرلمان في هذه الدوره البرلمانيه الاخيره، وشهدتهم اللي قالوا قانون الماليه نفس الشيء. طيب، ناتي الى عرض الوزير الاول لبرنامج حكومته امام الجمعيه الوطنيه. برايك هل كان اداء الحكومه مقنعا خلال المرحله الماضيه؟ العرض اللي قدم معالي الوزير الاول محمد البلال كان تحدث عن مجموعه من الانجازات، وكانت فتره زمنيه قياسيه لمجموعه من الاسباب، على جهد الحكومه في ذي السنة والسنة زيادة كان يتعايش مع هاي ظاهرة هاي الجائحة اللي ضربت الاقتصاد وعمقه، واللي ملاحظات اللي عندنا في هذا الإنجاز على أن جميع المشاريع اللي كانت مبرمجة للدولة مشات بنفس الوتيرة ولا تأثرت منها الإجراءات الاحترازية اللي قبلت الدولة، ولا ودعم الدولة بإجراءات اللي قبلت تجاه الطبقات الهشة، وهذه الإجراءات كاملة المصاحبة هذه ما تأثرت بها المشاريع. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية على إن كانت المشاريع تمشي في آجالها القانونية وتوفى وتنفذ في الفترة الزمنية. كانت الملاحظة على المشاريع على إنها كانت مركزة على الجودة بدل الكم، وهذا أسلوب جديد. إذن هذا مجموعة من الملاحظات التقييمية للعمل الحكومي اللي نعتبره على أنه كان عمل ناجح بامتياز رغم وجود هذه التحديات الصعبة
اللي نشهده البلدان المجاورة والعالمية كاملة اللي تأثرت وتعرقل بها أدائها بشكل عام. إذا نحن نعتبرها نعتبره على أنه طيب مع في ختام الدورة البرلمانية الأخيرة يعني قدت مجموعة من الفرق البرلمانية يعني مؤتمرات صحفية، لفت انتباهي أيضا بيان لفريق البرلماني لحزب التواصل قال فيه أنه يحمل المسؤولية للحكومة بشأن الوضعية الصعبة التي تعيشها مجموعة من القطاعات، قطاع التعليم، قطاع مثلوا لذلك بقطاع التعليم وقطاع الصحة وبعض القطاعات الأخرى. نحن نعتبر على أن يقعد مبالغة فيه بهاللي البيان اللي سمعنا كان بيان تقييم سلبي بالمطلق. من الناحية الموضوعية احنا ما ندعاو على كل شيء خلق، كان ندعاو على خلق شيء ظروف تحدي، وهذا يعطيها يا الله تقييم يعودون تقييم بشكل خاص بهذه الإنجازات. على سبيل هذه العلاوات اللي جبر المعلم، وهذه الخدمات اللي قدمت للطبقات الهشة واللي معروفة وشهدوا بها القاصي والداني والإجراءات الوقائية اللي خلقت، هذا إنجازات ملموسة ويعاينها الجميع ويدركها الجميع. البلد رغم الجائحة مازال يعيش وتيرته ومازالت الأمور كاملة ماشية وتيرة عادية. هذا ما معناها على ما خلقت ضربة الاقتصاد، ولا معناها على أن احنا ما نعيش أزمة اقتصادية نتيجة لظروف قاهرة. يقال في المقابل شنو كان حجم التعاطي مع الظاهرة بأحسن الأساليب والإجراءات، هذا هو مكمن التحدي. طيب هذه القطاعات مثلا يعني التعليم، التعليم الآن فيه مشاكل تتعلق بالضربات، تتعلق بمشاكل يعني نسمعها في كل هذا القطاع أو ذاك. الصحة اسمح لي فقط يعني أعطي أمثلة، الصحة هنالك أيضا مشاكل حتى بما فيها المشاكل المتعلقة بالتصدي لوباء كوفيد، مشاكل الصحية المختلفة يعني والمستشفيات وإلى آخره، حتى الطواقم الطبية التي تشكو. فعلا في مشاكل، مشاكل الطبية ومشاكل الصحة ياسر منها كشفتوا هذه الجائحة. غالين نقول مشاكل مطروحة، هذه المشاكل المطروحة بالمقارنة مع الفترة الماضية من دراية كان خلق تراجع، هذا هو حجم التحدي. احنا نعتبره على جميع القطاعات الحيوية نشهدوا فيها طموحات ونشهدوا فيها مطالب، هذه المطالب مطالب مشروعة، ونعتبره على ان الطلب اللي خلق على انه كان ناتج عن روح الأمل وروح على ان فم استعداد وفهم حكومة مؤمن فيها على أنها تخدم، وبالتالي صبحت المطالب واردة والمطالب مشروعة في حد ذاتها والتعاطي معها كان تعاطي. ما تخشى أنه هذا الأمل ما يعتبره على أنها أزمة بمفهوم ودلالة العبارة. طيب قلت أنه ربما تصاعد المطالب الفئوية وربما ناتج عنه أن هنالك أمل في أن الحكومة تحقق مطالب أو هنالك جوا يسمح للناس أنهم يطمحوا إلى تحقيق مزيد من المطالب، ألا ترى أنه ممكن أن يكون أن تكون هذه الأمال يعني أو بعض هذه الأمال فيها يعني خفوت أو بعض الناس يعني خاب أمله في أن الحكومة يمكن أن تحقق له ما يصب إليه؟ نحن بالنسبة للمشهد بشكل عام وتقييمنا له من خيبة الأمل بعيدة من هذه الإنجازات اللي خلقت. خيبة الأمل يارتها تعود تقابل عجز عن الوعود، عجز عن الأداء، عجز عن تقديم الخدمة العامة. هذه الخدمة العامة متواصلة ومتنامية وتطورت وانقبضت فيها إجراءات غير مسبوقة ولامست الطبقات الهشة في المجتمع الشعب الموريتاني، والمشاريع التنموية قائمة، والمؤسسات اللي خلقت جديدة ما كانت خالقة قاعد انتشأت ما قد خلقت. طيب البطالة شهد امتصاصها وقبضت فيها مبادرات قوية وأثرت فيها. إذا نحن راعوا في عمل جديد، وهذا العمل الجديد القبض على المشهد بشكل عام. فعلا فم جائحة، فعلا فم مطالب، فعلا فم انتظار قدر من طيب من المقابل من فيه يعني مطالب وبين قوسين مظالم يعني منذ أن وصول الحكومة الجديدة أو النظام الجديد وهي لا تزال
يعني قائمة، بالرغم أنها أحيانا بعضها بسيط جدا يمكن حله أو أعطيت وعود حكومية بحله ولم يحل. أنت تسمع الآن عن مسألة تفريط، تسمع عن دائن الشيخ الرضا، تسمع عن مقدمي خدمات التعليم، قائمة من أصحاب المطالب الفئوية، وبعضها يعني نقاط واضحة، وحتى الحكومة نفسها تعهدت ونواب الحزب الحاكم أيضا تعهدوا أن هذا الموضوع حل أو في طريقه للحل، ومع ذلك فيه حتى الآن تزال هذه المظالم مستمرة. فعلا هذه الأمور اللي أنت يعامل مع العبارات اللي تصدر من الحكومة، العبارات اللي تصدر بشكل رسمي، ما فهم تنكر الوعود. الحكومة التزمت بحل هذه المشاكل، التزمت في ظل المتاح وفي ظل آليات، وهذا هو يا الله يعود التزام في حدوده، ما قد يعود التزام بشكل حر، وبالتالي العجز عنه لا يتحمل عقبه. المشاكل الحكومة تعترف بها، تعترف بها كامل، مسؤولية عنها، ما هي مسؤولة عنها، غير فعلا تشعر أنها مسؤولة عن مشاكل الشعب. مثلا خلينا نقول تفريط، بما أنها أسهل هذه تفريط الإشكالات، احنا في البرلمان سعينا لطرح هذا المشكل، وهذا مشكل معضل وتراكم ولا يجد حل بين عشية وضحاها، لأنه مكب له تقريبا ما يزيد على 10 سنوات، ونواكشوط ما يتحمل الانتظار، وبالتالي استعدام السنة في الحكومة استعداد جاد لتسويته ووعد بتسويته، ولا يجد يسوى يكون بالآليات وبالأساليب المتاحة، هذا هو اللي لامسنا فيه. الإرادة موجودة والاستعداد والضمانات كامل اللي يتحل حق ما أعطاهم الالتزام بعلنوا لا ينحل في ذا الشهر ولا الشهر الأخر يا غير بعد، عاكفين على حله وجادين فيه ويعتبروا عنه جزء من مسؤوليته. وبالتالي تفريط لا تفريط اللي تعني الدولة وتفريط الشعب الموريتاني، ولا في حد اليوم ما يعتبر تفريط جزء من مسؤوليته، أحرى الحكومة اللي قائمة على الشأن العام، معناها طيب. على شعورها بالمسؤولية تفريط هذا لا هو شعور مسؤولية، ولكن الناس يشعرون أن الحكومة لم تفعل شيء في الموضوع، يرون أنه سهل يعني فهم شوي من وقدمت فيه وعود، فهم شوي من السياسة اللي بيني وبينك تفريط مشكلتها خارجة، أيوة. يا غير من اللي مستغل، يا غير احنا اللي نعرف أن الحكومة ما تقدر تعود، حكومة قائمة على هم الشأن العام، ما عندها مسعى وجاد وتتمنى الحلول بسرعة الأجل، هذا افتراض قائم، ولا يرتم اللي ينطعن فيه يكون اللي يثبت العكس. وبالتالي احنا نعتبر علينا اكثر حرصهم هم على تسويه الموضوع لارتباطه به، هذا المنطق والتوف السليم قاعد. طيب منطق السليم. طيب للاسف بدو ان الوقت قد انتهى، اشكر جزيل الشكر ضيفي الكريم الاستاذ محمد الامين والاعمر، عضو مكتب فريق حزب الاتحاد من الجمهوريه في الجمعيه الوطنيه، اشكر لك على المشاركه معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، انقل اليكم تحيات فريق البرنامج، والى حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.